عودة نور صبري من بوابة نادي سامراء بقيادتك شلون تشوفه؟ وجيت أحيي للكابتن نور صبري. طبعا نور قبل ما أكون مدرب علي أنا يا أصدقاء وأخوان لعبنا أكثر من نادي سوا بالنجف، لعبنا بالجوية، لعبنا بزاخو. بس كون تضبط عليه هسه بعد أنت مدرب. لا أكيد أول يوم أجي وبس شافني ضحك. فنور يعني داعم، أول شيء داعم نفسيا إلى الفريق. صحيح. الشيء الثاني إنه هو نور اسمي كبير في حراسة المرمى، وأنا قلت له إنه تمرين تكون متواجد بيه ترجع وضعك، يبقى الأفضلية للحارس اللي يكون جاهز بشكل صحيح، وخاصة بوجود الكابتن مدرب الحراس هو صاحب القرار ويرجع لي للقرار الأخير. فأنا جبت نور صبري أول شيء لأنه أنا أعرف شنو إمكانيته. نور دائما من يكون تحت ضغط تحدي نور يكون قوي، نور يرجع بوضعه. أنا متأكد نور صبري إذا رجع بهذه الفترة والله وفقه مع فريق سامرة راح يبقى 4 مواسم بالفترة الجاية. 4 مواسم خذها مني. اها شو وقت يلتحق او نشوفه بالدوري رسميا؟ قاعد يتمرن يعني. باكر ممكن نشوفه في؟ لا 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 بعده ما جاهز بدنيا. أي. لانه تعرف انت مبتعد فترة طبعا يحتاج له وقت. والفترة اللي راحت اشتغلنا وياه يعني تدريبات مكثفة. هو عنده اصرار بداخله ان يعود الى وهذا الحلو بنور صبري. انا اللي خلاني يعني اتكلم ويا نور موضوع الرجعة لأنه أنا أعرف نور شنو، عنده إصرار وعنده دافع. يعني قاعد يجي هو بالفترة اللي راحت يجي من أربي يتمرن ويرجع لأنه ارتباطه بقناة الشرقية، بقتله حلقة واحدة يصورها وينتهي العقد ماله بعدها يتفرغ للفريق.